والآن وقفة مع أخبار المال والأعمال. وفاطمة خليل، أهلا بك فاطمة. شكرا سحر ناجي، شكرا دينا فكري، وأهلا بكم مشاهدينا وجولة اقتصادية جديدة. أعلن رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين موافقة مجلس إدارة الهيئة على إضافة حزمة من الحوافز الاستثمارية الجديدة لمستثمري المنطقة لتعزيز تنافسيتها ضمن مثيلتها الإقليمية، وجذب بمزيد من الاستثمارات الأجنبية في قطاعاتها الصناعية المستهدفة. جاء ذلك عقب اجتماع مجلس إدارة الهيئة الثاني للعام المالي الحالي، حيث ناقش مجلس إدارة الهيئة الاقتصادية اعتزامها تأسيس شركة استثمارية تابعة لها لتكون الذراع الاستثمارية المنوط به للاستثمار في المشروعات التي تقام بها، حيث تدرس المنطقة الاقتصادية المساهمة في المشروعات الاستراتيجية التي تقام بمناطقها أو موانيها التابعة. يأتي هذا الاجتماع قبيل مشاركة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في أعمال مؤتمر المناخ COP27، والتي ستعلن فيه عن بدء أول منتجاتها الفعلية من الوقود الأخضر. أكدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن استثمارات هيئة قناة السويس تقدر بنحو 13 مليار و100 مليون جنيه في خطة عام 2022-2023، وذلك بمناسبة إصدار وزارة التخطيط تقريرا حول مستهدفات واستثمارات قطاع قناة السويس بخطة العام المالي الحالي. أوضحت وزارة التخطيط أن قناة السويس تسهم في استيعاب حركة التجارة المتنامية واستقبال النقلات الضخمة والسفن العملاقة، حيث يمر من خلالها نحو 10% من إجمالي حركة التجارة العالمية، وما يقارب 25% من إجمالي حركة البضائع عالميا، و100% تقريبا من إجمالي تجارة الحاويات المنقولة بحرا بين آسيا وأوروبا. ارتفعت صادرات مصر من الصناعات الهندسية خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر من العام الحالي بنحو 19% لتبلغ نحو 2,740,000,000 دولار مقابل 2,300,000,000 دولار خلال نفس الفترة من عام 2021. أكد المجلس التصديري للصناعات الهندسية ارتفاع صادرات قطاع الأجهزة الكهربائية بنسبة 18%، كما زادت صادرات الكابلات بنحو 48%. في أسواق المعادن النفيسة، قفزت أسعار الذهب على خلفية بيانات أظهرت ارتفاع معدل البطالة في الولايات المتحدة، ليصل سعر المعدن الأصفر إلى 1677 دولار للأوقية، محليا سجل عيار 18 نحو 1052 جنيه بالنسبة لعيار الذهب 21 سجل نحو 1227 جنيه، أما عن عيار 24 سجل نحو 1402 جنيه بالنسبة لسعر الجنيه الذهب، وصل سعره إلى 9816 جنيه. في أسواق البترول العالمية، ارتفعت أسعار النفط وسط غموض حول الزيادات المستقبلية في أسعار الفائدة الأمريكية وقرب سريان حظر من الاتحاد الأوروبي للنفط الروسي، وسجل خام برنت مكاسب أسبوعية بنسبة 2.9% ليصل إلى 98 دولار و57 سنت للبرميل، كما زادت العقود الأجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي خلال الأسبوع بنسبة 4.7% لتستقر عند 92 دولار و61 سنت للبرميل. صعدت أسعار المازوت عالميا بنسبة 74% لتصل إلى 3.89 دولار للتر. في المقابل ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 7.11% لتسجل نحو 6.40 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. في كينيا، تعطلت آلاف الرحلات الجوية وبقي المسافرون عالقين عندما بدأ طيارون في الخطوط الجوية الكينية، وهي واحدة من أكبر شركات الطيران في أفريقيا، إضرابا على الرغم من مناشدة الحكومة لهم لإلغائه. وذكرت وزارة النقل الكينية أن نحو 10,000 راكب تأثروا بالإضراب حتى الآن، وأنه إذا استمر الوضع على هذا النحو فسوف يكون الأثر شديد على قطاعات الاقتصاد الأخرى والسياحية. وكانت نقابة الطيارين قد أعلنت أنها ستدعو إلى إضراب
بسبب خلاف بشأن مساهمات معاشات التقاعد وتسوية حول الأجور المتأخرة لأعضائها بعد مرور فترة 14 يوماً دون تعامل إدارة الشركة مع شكواهم. مشاهدينا، نهاية هذه الجولة الاقتصادية، عودة مرة أخرى لدينا وصحة لاستكمال ما تبقى من التسعة. شكرا لك فاطمة خليل.